ينضم إلينا للحديث عن استمرار العنف من قبل الجيش في ميانمار والإدانات الواسعة له توازيا مع الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينجا. معنا من لندن الدكتور طاهر الأركاني، رئيس المؤتمر العام لاتحاد روهينجا أركان. أهلا بك دكتور طاهر. بداية، منظمة الأمم المتحدة تحذر من تزايد ما وصفتها الجرائم الفظيعة في ميانمار، كيف تقيم الحالة الحقوقية لحرية التعبير في ميانمار؟ طبعا اليوم لا توجد هناك أدنى حرية ولا حرية. لا نتحدث اليوم، نتحدث عن الاضطهاد وعن القتل وعن القتل العشوائي. وقبل يومين الجيش أعلن عبر قناة رسمية MRTV أعلن أنه سوف يستهدف رؤوس المتظاهرين سلميا بالرصاص الحي، هكذا أعلن. وفعلا من أمس اليوم هنالك قتل عشوائي بأعداد كبيرة جدا، ووصل خلال منذ الانقلاب إلى اليوم حوالي 500 قتيل، وهنالك مداهمات يومية في للمنازل يقبضون على الشباب الناشطين الذين يطالبون الحرية والعدالة والديمقراطية. التواصل التظاهر السلمي المتواصل وكذلك العصيان المدني الذي يمارسه بسلمية الشعب، هذان الأمران هدد عرش الجيش وكذلك حلم قائد الجيش بالرئاسة. ولذلك الجيش أصابه اليأس من الانتصار على ثورة الشعب و على طموح الشعب وعلى ديمقراطيته وحريته. وكذلك أصبح اليوم المجلس العسكري معزولا عن المجتمع الدولي. تعلمون اليوم لا توجد دولة واحدة في العالم وافقت على حكومة المجلس العسكري أو بالانقلاب، ولا أحد يتجرأ على اعتراف بالمجلس العسكري، معزول تماما. وهنالك مجلس مدني يمثل أن المنتخبون نوفمبر 2020 من الشعب، وهذا المجلس يتواصل مع العالم دبلوماسيا، وأيضا في نفس الوقت هنالك إجراءات قانونية ضد رموز الجيش لمحاسبتهم ومساءلتهم وضد الجرائم التي ارتكبها الجيش. نعم دكتور طاهر، وبالأخص الإبادة. نعم دكتور طاهر، يعني وزراء دفاع 12 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا تدين استخدام القوى القاتلة ضد المتظاهرين المدنيين الرافضين للانقلاب في ميانمار، باعتقادك لا يمكن أن تكون الإدانة حلا كافيا؟ طبعا هذه الإدانة ليست أي إدانة، إدانة قوية بما أنها جاءت على لسان وزراء الدفاع في مجموعة من الدول الأوروبية التي لها حسابها الخاص القوية. ولكن هذه الإدانات لا تكفي بتاتا، لأن وراء الانقلاب وراء المجلس العسكري اليوم الصين بكل ما يمتلك من التكنولوجيا، لأن داخل بورما، ويدعم الصين الآن يدعم الجيش ويدعم بالأجهزة المتطورة ولرصد الشباب، لرصد القادة، لرصد التحركات المتظاهرين. فهذا يضعف طبعا القوة الشبابية، يعني مع وجود مثل هذه القوة الدولية الصين دعمها لجيش ميانمار، طبعا نقول أن الإدانات لا تكفي. أمام هذه الإدانات دكتور طاهر، ألا ترى أن هناك ازدواجية بالتعامل ذات الجيش مارس ذات الانتهاكات ضد الروهينجا؟ لا شك في ذلك، وهذا الذي نقول. مثل هذه الإدانات ما كنا نراها يوم كان الروهينجا تعرضوا للإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بل لا زال المجتمع الدولي مترددا في تسمية الجرائم باسمها. والجرائم التي ارتكبها الجيش هي الإبادة الجماعية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بالاعتراف بأن الجرائم التي ارتكبت بحق أقلية الروهينجا هي الإبادة الجماعية، وهي الجرائم ضد الإنسانية. ولكن لا زالت الولايات المتحدة تقول أنها التطهير العرقي،
تعلمون أن التطهير العرقي ليس من الجرائم الدولية التي يعني المحكمة الجنائية الدولية تختص فيها، وبالتالي مثل هذه الكلمات لا قيمة لها قانونيا. نعم. يجب أن تسمى الأمور بأسمائها الصحيحة القانونية، وهذا الذي قصر فيه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن أقلية الروهينجا. واليوم نرى أن مجرد أيام هنالك كلام يقول أن هنالك جرائم ضد الإنسانية، مع أن عدد القتلى إلى اليوم لم يتجاوز 500. وبخصوص أقلية الروهينجا هنالك 25,000 يعني قتلى وجرحى وحرقى، وأطفال ونساء وصغار وكبار، ولم يتركوهم، هجروهم إلى خارج البلد. مع هذا لم نسمع من القوى الكبرى في العالم أن هنالك إبادة جماعية مع الأسف الشديد. دكتور طاهر، باعتقادكم يعني استمرار العسكر في حكم ميانمار إلى أين يمضي بالبلاد؟ البلاد اليوم يعني أمام سيناريوهات مختلفة، فلا أحد يدري إلى أين يتجه، بل بدأ السيناريو كأن البلد يعني يذهب للانقسام. وقبل ثلاثة أيام الجيش يحذر الشعب من انقسام البلاد، ربما شعروا هذا الشيء. فلذلك الجيش من ناحية والشعب بكامله من ناحية، فكل يتجه إلى اتجاه ثاني، والشعب وراءه نقول الدول الغربية، والشعب وراءه الصين بالجيش، ويعني أمامنا كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، سيناريو كوريا أمامنا واضح. كيف كان أصبح دولتين وبعد أن كانت دولة واحدة، بدعم روسيا لجهة والصين لجهة، وكذلك الدول الغربية لجهة أخرى، فأصبحت قسمين. وهكذا بورما اليوم، الصين وروسيا تدعم الجيش، والشعب مدعوم من دول الغربية الكبرى. شكرا. ولكن الدول الغربية إذا أرادت أن تحسم الأمر يجب أن تكون أن يكون دعمها غير دعم الإدانات فقط، بل لابد يتحرك تحركات قانونية، بل إذا يحتاج أقوى من ذلك. الدكتور طاهر الأركاني رئيس المؤتمر العام لاتحاد روهينجا أراكان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.